أعزائي المشاهدين، نرحب بكم في برنامجنا المجلة اليهودية. حلقتنا اليوم سوف تكون على موضوع من هو اليهودي؟ ربما من الأسئلة التي وجدتها موجودة بالفترة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وجود أسئلة بخصوص يهودية المرأة. ماذا يحدد يهودية الشخص؟ هل يحدد نسبه من الأم أو الأب؟ في الواقع الأدب والعقائد اليهودية تقول بأن الشخص يصبح يهودياً من خلال النسب الأمومي. أمران يجعلان المرء يهودياً، أولاً النسب الأمومي، والأمر الثاني أن هو اعتنق اليهودية. أما إن كان الشخص مولود لأم غير يهودية وأب يهودي فهو لا يعتبر بالعقيدة اليهودية شخصاً يهودياً. وهذا التحديد أن يعتبر الشخص نسبة إلى أمه قائم منذ القرون الأولى حتى قبل عصر المسيح. منذ القرون الأولى كان يتم عنصر الأم هو العنصر الأساسي في موضوع يهودية المرأة أو من عدمه. وفي الواقع كان يوجد شروط آنذاك أنه يمكن قبول الشخص من خارج الأم اليهودية إن اعتنق اليهودية بشرط أن يقوم بثلاثة أشياء. الأمر أو أربع أشياء: قبول التوراة، كامل التوراة، لا يجوز لأي شخص أن يضع شروط على قبول جزئي للتوراة، يرفض أشياء ويقبل أشياء، الختان، ثم الغطس، ثم تقديم ذبيحة. وهذا الشرط الأخير تقديم الذبيحة لم يعد يعمل به بعد القرن الأول، بعد سنة 70، بعد دمار الهيكل. شرط قبول التوراة يعتبر شرط أساسي ومحوري في موضوع الإيمان. لماذا؟ لأن الشخص الذي يرفض أي كلمة أو أي جزء من كلمة الله برأي الحكماء أنه ليس مؤهلا لأن يكون مقبولا من هذا الشعب أو من هذه الأمة. وبالتالي على الشخص أن يقبل كل شرائع التوراة بدون استثناء، لا يوجد بمعنى أشياء يمكن أن تستثنى أو غير ذلك. طبعا هذا الشرط كان ساري المفعول حتى قبل المسيحية، يعني بمعنى الأشياء الأربعة اللي ذكرناها. ولكن اليوم في العصور الحديثة ظهرت مجموعة من الأسئلة الصعبة في الوسط اليهودي. هل نمكن أن نقبل شخصا يهودي إذا كان فقط من أب يهودي وأم ليست يهودية؟ الاتجاه المحافظ يرفض هذا الكلام بشكل كامل، يقول لا يمكن أن نقبل أي شخص حتى لو كان أبوه يهودي، لابد أن يكون هو من أم يهودية. الاتجاه الإصلاحي قال لا يمكن أن نقبل، لماذا؟ علينا أن نراعي التطور وأن نقبل هذا الطفل أن يكون شخصا يهوديا. أحد الأشياء الطريفة اللي يمكن نحن كمشاهدين عرب ما بكون عنا علم، ولكن هذه الإشكالية موجودة في المجتمعات الغربية، عندما يولد طفل من أب يهودي وأم ليست يهودية، هذا الطفل يتعلم ويذهب إلى المدرسة اليهودية، ثم يبلغ من العمر 13 سنة ويجتاز طقس يسمى بار ميتسفا، أي طقس البلوغ أو قبول العهد. هذا الطقس في سن 13 يصبح له إمكانية أن يمارس الطقوس وأن يصبح مسؤول عن العهد بين الله والشاب. فهذا الطفل أو الشاب الصغير سوف يكبر ويبلغ من العمر 20 سنة، ثم يتعرف على فتاة ربما أرثوذكسية أو محافظة ويذهب إلى عقد القران. فالطائفة الخاصة بها ترفض عقد القران، تقول لا نحن لا نقبل بك يهوديا حتى لو كنت مولودا من أب يهودي، عليك أن تعتنق اليهودية بطقوسنا وبشروطنا. وبالتالي يضطر هذا الشخص أن يقوم بعملية اعتناق لليهودية رغم أنه يهودي الأصل. وهي من الأشياء الطريفة يعني اللي ممكن تحدث في البيئات المعاصرة اليوم، واللي ممكن نحن نكون غير ما عندنا أي معلومات عنها. يمكن كمان من المسائل الطريفة أني من هو اليهودي، ونعتقد أني نحن بإمكاننا لو
نظرنا إلى المرء أن نعرف إنه كان شخص يهودي أو لا. تعودنا في المسلسلات أحيانا وفي رسوم الكاريكاتور أن لليهودي له علامة مميزة ربما بشكل الوجه أو اللون العينين أو الأنف، ولكن هل فعلا لو نحن صرنا بالشارع في مكان ما مقتص باليهود وغير اليهود، هل يمكن أن نميز اليهودي من غير اليهودي؟ الباحثون المعاصرون المحايدون قالوا لا، لا يوجد ما يمكن أن يميز المظهر اليهودي كقسمات. إذا لم يكن هذا الشخص شخصا متدينا وذو لباس خاص لا يمكن أن تميزه، لا يمكن أن تميز أي شكل من أشكال اللباس الخاص به. فأي يهودي لو كان يهودي سوري أو يهودي فرنسي فهو رح يكون غالبا مشابه للبيئة، أو يهودي يمني بالمناسبة. عندما أشاهد أنا اليهود اليمنيون في الماضي لا يمكن فعلا لولا أني المعلومات أن يقول هؤلاء هم يهود يمنيون لا يمكن أن أعتقد ولا لأي لحظة أنه شخص يهودي. لماذا؟ لأنه قسماته يمنية كاملة، قسماته مظهره كامل. فاليهودي بشكل عام يلبس وفق زي عصره وبتفاعل مع المكان اللي موجود فيه. سؤال آخر ممكن يطرحه الشخص علينا، طيب نحن اليوم في البيئة المعاصرة وصار في تواصل بين الشعوب، هل يمكن لو كنا في القرون الأولى في عصر محمد على سبيل المثال أو في القرن الأول أو ما قبل ذلك، هل يمكن أن نعرف اليهودي من مظهره؟ الباحثون بعد استقصاء الكتب المتوفرة قالوا لا يمكن أن ندرك ونميز اليهودي آنذاك. اليهودي ابن الإسكندرية كان يلبس وفق لبس أهل إسكندرية. اليهودي الفلسطيني كان ممكن يلبس ضمن بيئة يهود فلسطين. اليهودي إذا دخلنا على منطقة الشتاء خرجنا من موضوع فلسطين، اليهودي اللي من أنطاكيا رح يكون شكله كشخص من أنطاكيا ويلبس لباس أنطاكيا. أحد الأمور الطريفة أن اليهودي اللي عاش في الإسكندرية كان يتحدث لغة البلد، ربما كانت الإغريقية آنذاك، واليهودي اللي عايش في العراق آنذاك كان رح يتحدث في لغة البلد اللي موجود فيها. فإذا كمان كان كل يهودي في العصر القديم ما كان عنده لغة خاصة فيها باستثناء اللغة العبرية والآرامية التي كانت تقرأ في المجامع المقدسة. لا يوجد آنذاك ما يمكن أن يشير إلى وجود لغة خاصة فيهم. مثلا في القرون الوسطى صار عنا ظاهرة جديدة ما كانت موجودة، يعني ظهرت اللغة اليهودية العربية هي موجودة فقط في القرون الوسطى. في القرون القديمة ما كان عنا، لو أنت ذهبت في الإسكندرية في القرن الأول الميلادي ما رح تسمع لغة خاصة في الحي اليهودي، كان رح تكون لغة البلد. في القرون الوسطى صار عنا لغات خاصة في اليهودية، صار عنا اليدش لغة اليهود ألمانيا أو اليهود ألمانيين واللادينو في إسبانيا. من الأمور الطريفة أن غالبية اليهود أيضا كانوا يسموا أولادهم بأسماء من ثقافة البلد اللي كانوا موجودين فيها. غالبا ممكن أنت كنت تسمع باسم شخص يهودي واسمه هو غير، يعني غير غريب فقط من البيئة. بالمناسبة نحن عندنا أحد أشهر الشعراء العرب قديما السموئل هو يهودي، وكلياتنا الأغلبية 90% مننا نحن اليوم الحاضرين ما عندنا معرفة أن السموئل كان يهوديا وكان يضرب به المثل بالوفاء. أكيد لماذا؟ لأنه صار عن الصورة نمطية بأنه له لباس معين، له اسم معين، أو أحيانا بنعتقد يزاول مهنة معينة. في الواقع أيضا موضوع المهن والأعمال، اليهود يعملون كل الأعمال المتاحة لهم إلا إذا استثنينا بعض المتدينين منهم، فهم يتجنبون أعمال ممكن تجعلهم على وضع صعب مع الشريعة اليهودية. يعني يمكن أن تجد أن يهود يتجنبوا موضوع العمل في المذابح حتى ما يضطروا لذبح حيوانات بطريقة غير كوشر أو غير دينية. إذن نحن باستثناء يعني الموضوع أن اليهودي كالشكل ما في أي تمييز، الأمر الوحيد اللي بيميز اليهودي فقط هو يؤمن بعقيدته ومتمسك بها وبيعتقد أن هي تأتيه بالوراثة من طرف أمه، وأي عملية اعتناق لليهودية
هي ليست مسألة مطروحة بالنسبة لليهود، لأنه مسألة برأيهم هي شاب خاصة للشاب معين. طبعا ممكن يكون ما عندهم مانع، ولكن هم لا يعني غير مرحبين في موضوع، هم لا يدعون الآخرين، لأنه يعتقدون بأن هذا الدين هو دين أمومي للشعب معين فقط. طبعا لا أقول أن هذا الكلام للتقليل من شأنه، لكن أقول أني يعني تصوراتنا المسبقة عن اليهود غالبا غير صحيحة، لأنه نحن دائما نتصورهم بصيغة معينة بشكل ما معين. فبتمنى اليوم طبعا في هالبرنامج يكون أني أخذنا فكرة أن اليهودي هو الشخص الذي يعتقد بأن النسب الأمومي هو الهام، ولكن نحن في الخارج ما نقدر نتعرف عليه أو نميزه باستثناء إلا إذا كان شخص متدين. شكرا جزيلا، ونتمنى اللقاء معكم في الحلقة القادمة.